الشيء هذه كل وحده غنعطيها للبروف فيها ثم شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية. عندنا 125 مترشح، كاين 13 درجة في الداخل. داكور؟ احنا اليوم بصدد إجراء الامتحان الجهوي الموحد. عندنا السنة الأولى علوم رياضية خيار فرنسية، 125 مترشح، منهم 52 إناث. إذا إجراء الامتحان بهذا المركب كيحتاج واحد تقديمات كثيرة، منها اجتماع مع الأساتذة اللي غادي يحرصوا باش يطبقوا بالحرف الإجراءات الخاصة بالبروتوكول الصحي، من التعقيم ومن التباعد ومن الكمامة، وزع عليهم جميع الوسائل. كذلك نسقنا مع إدارة ديال المركب محمد الخامس اللي كنشكرهم، اللي وفروا لنا كافة الظروف بما فيها المرافق الصحية، بما فيها التعقيم، بما فيها الإضاءة، بما فيها الصوت، بما فيها كل شيء. وإن شاء الله الامتحان راه غيدوز بشكل عادي. وكذلك المديرية الإقليمية حتى هي وقفت معنا بكامل الأطر ديالها، من السيدة المديرة إلى جميع الأعوان وجميع الإداريين ورؤساء المصالح. والأمور كتبان لكم إن شاء الله راه غدوز الأمور بخير وعلى خير.